برشا ناس يقولوا ما فما حتى شخص تجرأ بعد فترة سليم الرياحي انه يشد النادي الافريقي. جد زوحة حديد قال هل فعلا عندها الاموال الكافية انها تدير فريق عنده نفس ديون النادي الافريقي، عنده نفس الشهري، عنده نفس المصاريف الشهرية والسنوية، ايضا فريق كبير كما فريق العاصمة النادي الافريقي، فعلا عندك الامكانيات باش تقيم بهذا زوحة حديد؟ راجلي عنده راجلك عنده. عنده علاش ما ترشحش راجلك؟ لو ما ترشحش راجلي حتى ما نادي سيديك سيسوما، يعني تنجم تتكفل بمصاريف النادي الافريقي وديونه؟ بيان سور. قادره تخلص لها ديونها؟ قادره. ولليوم مازلت عندك الفكره هذه موجوده؟ كل ربي مسهل، ربي سبحانه يجيب اسباب. حبا في النادي الافريقي ولا؟ وي بنت الشعب، انا بنت المدينه، بنت معناتها بنت الحومه، بنت معناتها كيفهم حنينه، كيفهم معناتها عندي هبل، كيفهم معناتها علاش برشا ناس ما صدقوش. ان تيرم دو جيستيون اغزر كوم جو دي او جور دو جوردي راك تشوف لو كلوب افريكا برسك كان يسوست ليت سوسا وتحفر خاطر الوي، خاطر حتى الكبارات ما فماش واحد منهم جيم معناتها، او فما برشا كبارات وعنا برشا دي معناتها يحبوا الكلوب افريكان ولبس عليهم. فماش واحد منهم جي قال مش نجي نصب، خاطر يقول لك انا شنو باش نربح منها، كان مش نصب لازم نشد الكرسي. وهي كلها متصير هكاك، كي اللي يحب يصب مش باش يصب خاطر يحب النادي الافريقي، يحب يصب ويشد الكرسي، يحب يتعرف، يحب يعمل باز، عنده ان كومبلكس، لا توت لي ريزون سوف دي ميلو كلوب افريكان. مش حبا في النادي الافريقي ما اللي ترشح مش آه. مش بطريقه هكايا. وقت انت تحب نادي الافريقي وجور دو جوردي عندها ان انورم بوتنسييل، tu viens pour lui mettre une gestion. جي معناتها مش تعطي فيزيبيليتي على 3 سنين 4 سنين وتخدم عليهم، مش ما تي رامبورت با دو كوب اي شامبيونا، مي ركح على قاعده صحيحه. وبعد علاش الناس يتهموك اللي سليم الرياحي ورا ترشحك؟ سليم الرياحي خاطر جيت جوست ابري سليم الرياحي